نعم، نمشيو لحد السوالم، ناخذ رشيدة. السلام عليكم. عليكم، شكرا اختي على البرنامج. مرحبا بك لالا، مرحبا بك معنا. كنشكر الاستاذ اللي معاك، الله يكثر من مثاله. اهلا وسهلا لالا. الله يجازيك بخير اخويا. بغيت نسولك، الله يرحم ليك الوالدين. سولي لالا. احنا داك شيخي مات وخلى لنا واحد الارض. ايه. ودابا هذيك الارض كلشي كيستافدوا الا الزوج ديالي، انا ما كيحرث ما والو، ولكن هذيك الارض عليها واحد القرض ديال البنك. شكون اللي كان واخذه؟ شيخك؟ واخذه شيخي، ولكن استفد منه واحد من ولاده. المهم شيخك اللي خداه. اه شيخي اللي خداه. ودابا تحرر داك القرض ولا مازال ما تخلص؟ لا باقي ما تخلص. مازال ما تخلص؟ مازال ما تخلصش. دابا شي هي 16 عام ولا 17 عام ما تخلص. وكل واحد كياخذ حقه في داك الاستغلال ديال داك الارض؟ لا، حتى واحد، كلشي كيحرثوا الا الزوج ديالي، انا هو اللي ما كيستافدش. وعلاش ما كيستافدش؟ دابا ما كيستافدش في حياه باه، هما اللي مات باه، دابا مات بعام دابا باش مات، ملي ناض دابا بغى، قال لي معطوني اما نحرث اما نبيعوا من هاد البلاد ونخلصوا القرض، اما المهم فكوا هاد الشيء. قال لي لا، ملي مشى داروا التعرض، هو واحد خو واحد اخر. علاش داروا التعرض؟ داروا التعرض باش البلاد ما تحرث حتى نلقاو الحل اللي جامد. هما ما بغاوش يمشيو حضروا كاع عند القيد، صيفط لهم استدعاء، قال لهم حنا ما كنعرفوش المخزن كاع، ما كنعرفوش. جاو صيفط لهم العون لواحد الطاحونه كاينه تا هو مخلاها باهم. لا لا، عيني عيني، قبل ما نخرجوا من الطاحونه، واش هاد الارض لا محفظه؟ محفظه. ايه مزيان. دابا ملي كنمشيو للمحافظه باش نبدو شهاده الملكيه، في سميت من هاد الارض؟ في سميت شيخ. مزيان. درتوا عقد الاراثه لالا؟ درناها. مزيان. وضعتوها في المحافظه؟ في المحافظة، درناها في المحافظة وخرج لهم السهم ديالهم. مزيان. إذن دابا راجلك عنده السهم ديالو. عنده السهم ديالو. مزيان. ملي كيبغي يحرث أرضه ما كيخليوهاش. ما كيخليوهاش. واخا. وملي كيجلس يهضر معاهم ويقول لهم الله يجازيكم بخير، أنا عندي حقي في هذه الأرض، غادي نحرث أنا أرضي. ما كيخليوهاش. قالها لهم، قال لي سير سير دعي وجهدك جري. سير دعي وجهدك. بغيتي أرضك سير، بغيتي أرضك سير المخزن. إيوا لالا، ملي كيقول لك هذه الهضرة هذه ما كيبقى لك إلا المحكمة. ودابا حتى من واحد البير نضر حبسوا علينا الماء، ما بقوش بغا يعطوه لينا. لا دابا ما بقاش نمشيو في داك الشيء ديال التفاصيل، دابا بعدا الارض هي الاولى. دابا حنا بغينا ندخلوا لا دخلنا للمحكمه، واش ممكن كاين شي حل ولا غادي ندخل؟ حيت فايت منا هاد المشاكل ديال المحكمه وما استفدنا والو، خفت داك الشيء اللي وقعوا فيه عائلتي وقعوا فيه هادو. لا لا لا، دابا حيت انت، حيت العقار محفظ وكان في سميه شيخك، وشيخك مات ودخلنا عقد الاراثه، والسميه ديال الراجل كاين وعنده الاسهم ديالو، غادي يمشي يدير الدعوه ديال القسمه. ايه. دعوتين غيدير، دعوه ديال الاستغلال باش ياخذ حقه ديال هاد السنوات اللي كانوا تيستغلوا ما كيعطيوهش رزقه. ايه. ودعوه ثانيه ديال الخروج من الشيع، بغى يقسم ياخذ ارضه ويخرج بحاله. صافي. ايه. اذن اللي عليك انك تختاروا محامي وتمشيو عنده وتعطيو الملف، وراه غادي يدير لكم هاد الدعوات بجوج. دابا بغيت نقول لك استاذ، الله يجازيك بخير. قولي. يعني الله يرحم لك الوالدين. دابا حنايا هاد الناس دابا واخا نقول لك عليهم، نقدر نقول لك ما غاديش، راه واحد الناس واخا عندهم نفوذ، عندهم نفوذ وكيعرفوا الناس وما كيعرفوش الله، واشنو واش نسمحوا حقنا؟ دابا انا ساكنه حداهم، ولاو انا واحد من الويسي كيجي يهددني انا وكيعايرني انا. واخا واش نسمحوا في حقنا؟ نسمحوا في حقنا؟ ما بقيتش قلما انا، ما بقيتش عرفت. البارح مشيت درت شكايه للوكيل المالك على حسب المعيور اللي كيعايرني، وما بغرى بقى عندي، مازال دفعتهاش، خفت يقول لي جيبي الشهود وانا ما عنديش شهود. خاصك شهود لالا، طبعا خاصك شهود، لان هذاك لان هذاك اللوسك غادي ينكر. ها غادي ينكر، هذاك الشيء راه الله كتبتها وخليتها، ملي خفت من الشهود ما بقيت قدرت ما ندير. لا لا لا، تيخصك لالا اذا كنتي كتامني بان هذاك حقك ورزقك، وانا كنهضر دابا على راجلك، اذا كان تيقول هذا رزقي، راه الانسان خصو يطيح وينوض على حقه. دابا غنطيح ونوض على حقنا، ولكن غناكل العصا. كلي العصا. هذا هو. ولا تسمحي في حقك. ولا يعني ساكنه حداهم، غادي نولي عايشين في واحد العيشه حاره. سمحي لالا في حقك، ما عندك ما ديري بهذ العيشه الحاره، وما عندك ما ديري بالمطالبه بحقك، خلي حقك ياكلوه. يلا صافي، انت مرتاحه دابا؟ كل ما بنتي كتقرا في المدرسه خصني نضيع لها مستقبلها، ما نبقاش حداهم، والله ما يسمح بحقها ولا هذيك العيشه اللي عايشه معاهم. يعني سمحي في حقك وترتاحي. انا ورتاح ولا العيشه اللي عايشه معاهم، حيت ظلام بزاف، ظلام ظلام بزاف، واحد الدرجه ما كتصورش. ولكن راه ربي كاين لالا. كاين ربي، حنا لالا في ربي كبير. واخا، وهذا ربي اللي كبير كتهضري معاه؟ كنهضر معاه، كنصلي وكنطلبو وكنقيمو. وصافي، انتظري يا لالا الجواب، ديري انت اللي عليك وانتظري الجواب. واش ربي تيبغي الظلم؟
لا واش ربي تيبغي الحقره؟ لا حاجه، غير ربي راه يمهل ولا يهمل. كاينه سبحانه وتعالى الوقت اللي كيشوفه هو مناسب لاجل ديال شي حاجه نهار يبغيها تكون غادي تكون. غير خصك انت تكوني مؤمنه بالله وعندك عقيده قويه به وعارفه بانه معاك، عارفه بانه معاك، حيت الا كان هو معاك يكون هما شكون ما بغاو ويكون معاهم اللي بغى يكون. ونعم بالله، هذه هي اللي خصك تكوني متيقنه منها، وديري اللي خصك دير واللي بغى الله سبحانه وتعالى هي اللي غتكون. دابا غنمشي نديرو بقسمة باش يعني ممكن عاد تكون تاخذ شي مسطرة طويلة ولكن ممكن يقسموا لينا ان شاء الله المحكمة. ان شاء الله هلا لا اييه يقسموا لينا هما ولا شي حاجة ولا يقول لك لا ما بغيناش هنا ما بغيناش هنا لا، المهم المحكمة تقدر تحل لنا المشكل ان شاء الله هلا لا. بارك الله فيك رشيدة، الله يوفقك هلا لا، أكثر من ذلك. بارك الله فيك. مرحبا دكتور، بالنسبة للزوج ديال رشيدة ممكن يبيع قبل ما يحدد وعنده السهم ولكن غير محدد؟ لا يبيع الأسهم، يبيع الأسهم، يبيع الأسهم ديالو. نعم.